زكريا رمضان السيد العمل محامي حر محامي بالنقد ساكن في المحله الكبرى. انا اتفقت يوم 30/8 فوجئت بتليفون بيتصل بيا بيقول لي ان في بعض الناس اللي انا اعرفهم اولادهم متفقين في مظاهره كده ومطلوب ان انت تنزل. زوجتي اتصلت عليا فنزلت ونزلت من عند الزميل استاذنت منه ففوجئت ان الشوارع فاضيه تماما. ومره واحده لقيت مجموعه هجمت عليا حوالي 15 واحد شكلهم كلهم مش مظبوط كلهم معهم سنج ومطاوي وسكاكين ولقيته بيسالني انت منين؟ فبقول انا من المحل بدون تفاهم بدا على طول يتعامل. لقيته ضربني بالمطرح راسي هنا حوالي 15 سنتي غير كام ضربه كده تقطعيه حوالي 10 ولا حاجه. البلطجي بيسلمني للظابط. سلمني للظابط لقيت الظابط بيديله ظرف كده واضح طبعا ان هم اللي بيجيب بيتعاملوا بالراس اللي بيروح اللي بيسلم فرض بيديله ظرف في ايه الله اعلم. طلعنا من مديريه الامن فوجئت ان في موجود حوالي 15 واحد. يعني كان من الاشياء اللي تضحك جدا كان في ولد بلطجي كان متاخد بطريق غلط فبيقول للظابط الظابط كان احمد العادي بيقول له يعني انا معاك يا بيه انا معاك والله انا معاك ده انا حتى ماسك من واحد مطوى وما اعرفش ايه والكلام ده. فبيقول له انت تبع مين؟ قال له انا تبع فلان الفلان. فلما عرف فقال له طيب استنى يا ابني شويه. فدخل اتصل بالتليفون فعرف ان هو تبع البلطجي اللي هو مشغله منزله في الشارع عشان يمسك الناس من الشارع. ففوجئت بيه بيخرج وبيقول له ايه امشي يا ابني روح. احنا تم خياطة الجروح اللي موجودة بالطريقة اللي انا قلت عليها طريقة لا ادمية بالمرة. فوجئنا بعد شوية كده بظابط داخل عمال يشتم فينا ويتكلم بطريقة غير لائقة تماما. فانا بقول له يعني بالراحه لان انا تعبان وضغط واطي لان كنت نزفت كميه ضخمه جدا من الدم لدرجه ان تخيلت ان شرايين ايديا اتقطعت من كثر الدم اللي كان موجود. ويعني المسافه من شارع سعيد لغايه المديريه لغايه ما طلعت الفتره دي كلها كنت بنزل. فبقول له انا عندي هبوط وبعد اذن حضرتك انا محامي بالنقد وضغط واطي. فما كان منه الا انه ضربني بصدري لوكيميا جامده جدا. فقلت له لو سمحت اديني اسمك سناء. اديني لو سمحت اسمك يا الضابط سناء. هو انا مجرد قلت له سكت تماما واتلجم وراح جاب لي المقدم. مين فلان اللي بيقول كذا 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 كذا؟ فبقول له انا تعبان وانا بقول ان انا محامي بالنقد. قلت له حتى احمد بيه العادي عارفني كويس. فالضابط احمد العادي قال لي اذا كنت انت تعرفني انا ما اعرفكش. وانا طبعا هو عارفني كويس لان انا كنت عضو مجلس نقابه محامين الغربية فمعروف هو عرفنا وتعاملنا مع بعض كتير جدا وكنت بحل مشاكل بتحصل بينه وبين المحامين قبل كده. قال لي طب روح اقعد وبعدين يا دوبك رحت قعدت فوجئت بيه جاي وراح شتمني شتيمة صعبة جدا بسهولة جدا ممكن حالة لو دخلت ممكن تتوفر ببساطة جدا. يعني لو حالة عندها سكر او عندها اي مرض في خمس دقايق بعد المعركة اللي حصلت دي والضرب اللي انضربه من البلطجية بسهولة جدا ان هو يموت. وصلنا بعد كده لاسم تاني طنطا. في اسم تاني طنطا احنا قعدنا في اسم تاني طنطا كنا 23 واحد قعدونا في مكان ما ياخدش حوالي 7-8 افراد. بحالتنا دي كلها كنا كلنا كل واحد تقريبا في جرح نفس بشكل او اخر. النيابة هي اللي بتروح لاسم الشرطة وحققوا معانا كلنا في حوالي ساعتين سين وجيم سريع ما فيش دقه. فوجئنا ب 11 تهمه مختلفه. طبعا النيابه يومها حبستنا 15 يوم بدون
اكنها تذكره، اكنها شيء ثابت بالنسبه لها. قعدونا حوالي يومين او ثلاثه، وبعدين رحنا مركز شرطه اطور. في مركز شرطه اطور طبعا احنا، انا كراجل محامي ومعانا ناس دكاتره ومعانا ناس شخصيات مختلفه، فوجئنا بمعامله غير لائقه تماما. لقيته بيقلع الهدوم، يقول لك اقلع هدومك، واقف بالهدوم الداخليه اللي تحت فقط. حاجه تانية ان هو بيحاول يبهدل الحاجه اللي معاك على قد ما يقدر. ففوجئنا برضك ان النيابه بتعرضنا في السجن، يعني النيابه اللي بتنتقل للسجن، بدل ما احنا نروح النيابه ونروح المحكمه في مقرها الطبيعي، فوجئنا ان احنا بنتعرض في السجن. دخلنا بعد كده سجن طنطا، قعدنا من 10/10 لغايه تقريبا يعني اواخر شهر 4، ما يقارب مثلا 7 شهور. من الحاجات الواحد، اذا كنا احنا دخلنا 10/10، في ناس دخلت بعد 30 يونيو مباشره يوم 3/7، كان عزومه لنا جايين من طرق الشيخ، وجينا المجموعه دي اول ما دخلوا سحلوهم سحل تام، بقوا يشدوهم من دقنهم عشان يدخلوا زنزانه، وهو عريان برضك يا دوبك هو الشرط اللي عليه. الضرب والتنكيل كان على اعلى مستوى في البدايه.